ليلة في هالرحلة عندنا نقول نتعشى عنده ونسمع الطازج مطعم غني عن التعريف أو كلنا نعرفه، أعلنت لأكثر من مرة. والميزة في إعلان الطازج اللي هو هالتطبيق اللي يخدمك ويوفر عليك من جهدك ووقتك وفلوسك. بقى الطازج خدمة جبارة، تدخل منها وتطلب وانت في الطريق تلقى طلبك جاهز، وبقلل الأسعار. ولا عندهم التوصيل في التطبيق ب10 ريال فقط. ركز معي وشوف التفاصيل طويل العمر، مع اني اعرف انكم كلكم تعرفون الطازج وتعرفون وجباته. بسم الله نبدا. فروج الطازج، طبعا ما في احد ما يعرف هالوجبه، ومن ألذ الوجبات في الطازج ومن اقدمها، كلنا قد مرت علينا. الطازج ترى متميزين في الشوي عن غيره، لهم لمسة خاصة أو بصمة خاصة. مر عليك تنسى لون اللحم، شوف ولد أشهد أصحاب عافية لذيذ عندهم يا جماعة الخير، والله لذيذ. طبعا الطازج بعد ما عودونا على لذاذة الفروج وتميزهم فيه، أطالك طال عمرك فروج نكهة تندوري. فروج هذا بنكهة تندوري ما تلقاه إلا عنده، وبالخبز المقرمش ذا اللي معه. أسمع بس اسمع. يا عمي غانم العش الطاه والردى راح، عساها ما تعطل أبو غازي. هيا اجلس خلينا نكمل اعلاننا روع روع بس عندكم سلمكم الله الوجبه، وما تلقاها الا في الطازج كريسبي رول. شوف هذا اللي يحب القرشه والمشمشه على قولتهم، هذا لا يفوتك ولا يفوتك. اصبر يا بحر اصبر. سعيد شوي 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 لا تهور، لاني اعرفك انا اصلا تهور. شوف كمية الصوص فيه، هذا وجبة لذيذة في الطازج كريسبي رول. وجبة يا ابوي تودي الطايف على الريوس. على الريوس هذا الشاي حق مخلد اللي على الريوس. ما انا مش شاي مخلد، هذا اللي انا تودينه على الريوس. انا عارف انك تنتظرني عشان تاكل. بالعافية ان شاء الله. هلو هلو واتش ديس. وهذه من ألذ وأجمل الوجبات في الطازج اللي هو برجر تايستي. هذا سلمك الله وجبة كاملة متكاملة. شوف 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 بس، وفيه طعم ولذة. الخبز حقه يجيك مكبوس أو مقلوب اللي مقرمش يكون برا. الفكرة غيروها نهائيا، لأن البرجر نعرفه إنه يكون لا 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 الطبقة الخارجية هذه ما تكون مقرمشة زي كذا بالطريقة هذه، هذا ما تلقاه إلا في الطازج. من ألذ الوجبات وأجملها ويشهي ويفتح النفس. عطني عطني هذا تشوف شو قال بي مقرمش برا ولي عساه بالعافية أبو ترب. شو اسمه؟ برجر برجر مشوي تايستي تايستي. عساه بالعافية عساه بالعافية. هذا الزلو عندي. وجبات الطازج كلها لذيذة وجميلة ومن أجمل الوجبات اللي عندها. الشيء اللي أنا صورت لكم كله عندهم يا عوس. إي والله حبيبنا الطازج. نعم مطعم معروف بنظافته وجماله ولذاذة أكله. الروابط حقة التطبيق، اضغط على الشاشة وحمل التطبيق واستفد من الخدمة اللي فيه. الخدمة اللي فيه اللي هي تختصر عليك وقتك وجهدك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حار بعد بعدي والله بعدي 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 يا عساب العافيه عساب العافيه ان شاء الله. قل امين امين. اذا ضغطتوا على الرابط يا اخوان حملتوا تطبيق الطازج، انا اقول لك كيف راح تستفيد منه. طبعا عندك الوجبات وكل شيء والعروض اللي خاصه في الطازج اللي توفر عليك ويسوونها خاصه. نوع الطلب، حدد نوع طلبك من هالقائمة. تبغى الطلب يوصل لحدك التوصيل عندهم ب10 ريال، تبغى الاستلام في الفرع تجي على هالقائمة.
وتستلم طلب جاهز بدل ما تصف سرة. يعني أول ما تطلع من دوامك تطلب وتلقى الطلب جاهز وتأخذه وتروح تأكل في بيتك. أو تبغى تطلب طلب وتلقاه محلي فتختار القائمة هذه وتلقى الطلب جاهز قبلك وبسم الله تتغدى أو تتعشى وجبتك اللي أنت تبغاها بدون ما تصف سرة وتنتظر في الزحمة. هذه هي الميزة الجبارة في تطبيق الطازج، عشان كذا أقول لك خدمته ما تتفوت. الطازج عندهم هالبسبوسة، إذا أكلت عليك بالله هون وبغيت تحلى، فأنا أقول لك وأتحداك إن ما تعجبك هالبسبوسة، ضيف عليها أي حليب بارد بعد ما تسخنها تقريبا 20 ثانية في المكرونة. بسبوسة لا بسبوسة تغدوا عساب العافية. تغديتوا؟ ما شاء الله تبارك الله. شاركنا ظننا طيب من اخوياك شاركنا والله انكم منع وبشاركم انا ما جيت غربة شطوني هناك شرط قلت اجي اخذ معكم رواس هذا عاني تكررت تقول ما بشوف تاكل نعمة ذي وفرزازة. هذا مخلد اختصاص طال عمرك ثلاث حاجات رز شاهي حبحب امرز لا تلوم هذا يتغدى على ثلاث حاجات يلا يلا ورانا ورانا غرق بيض وعصير ربيع سليق 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 مشيط سليق مشيط مفقد الدراق تبغاه بالادعى ولا بدون اللي يبغى يدلعك قلب اقعد اتفارع اليوم تكمل الرحله وكل واحد له دور في هالسياره وكل واحد له وظيفه طبعا احنا المجموعه اللي معنا ابو صعب سلمكم الله قائد المركبه جعلنا قاعده واستمتع نعم نعم حشر وبحر مضاربات حشر يسبب المشاكل وبحر يروح فيها سعيد ما يطلبه المستمعون وش عندك تبون شغلكم ايش شغلنا شيء خلي اطلق اغنيه خلف بين هالدار تشوف شو صعب يلا عطنا صدري يا حمام الدار من سمع صوتك جرنا وانه من سمع صوتك جرنا وانه العب 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 الخطوين من سمع صوتك جرنا وانه عاش ابو صعب الله يبجي لا تعب ما شاء الله تبارك الرحمن بيض الله وجهك يا احمد بعدي ما شاء الله تعال اجري جاي اجري جاي تعال زعلان زعلان الظاهر انها في وسط نجد الا احنا هالحين في بيشه قريب ان شاء الله اي والله معك يا نلحق مع الشهاب باذن الواحد باذن الله قبل طيح الشمس خمسه خمسه ونص خمسه ونص المحطه هذه وش اسمها يا رب هنا الى رحت سيده خليت المحطه هذه فيمنك يردك للجنوب وابهوى الدير هذي الخميس مشيت يدل دربه ما يبال الدليله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله من قالها ترد على هالملائكة يا جماعة الخير كفيت ووفيت وتنحى عنك الشيطان وانت بنا نروح نبغى النار لا تنبى العظيمينية هذي اتحانا من جابس ودفع سير